كما شاهدت أخي، يعني نزلنا من البداية، شاهدت الطريق كاملة، والآن وصلنا إلى مكان الشغل. هذه المناجد، وهذا الشغل، بعد ما تخلص تقوم بضربها من هذا المكان وتقطيعها إلى أجزاء زي هذه القطعة. وكما لاحظت انها يعني اذا يريد واحد ينزل زيادة يبقى هذه العمدان تمسك علشان لا تسبق. طيب هذه الاركان والاعمدة كما قلنا لك قبل شوية، إن إذا تمكن الصانع من إزالتها كاملة فسوف تسقط عليه، كما حدث في منجم غير هذا المنجم، تمكنوا من قطاعتها كاملة، يعني نخليها زي ما يشبه الرجل تمسك، فإذا أزالها بالكامل تسقط عليه وتحول إلى قبر، بدل ما كان يطلع ويستفيد منها ومصدر للرزق يتحول إلى قبر. فقد حدث هذا في منجم ثانية عندنا في البلاد، أزالوا هذه الأعمدة وما نسميها الرجل، فيعني سقطت عليهم، وحتى أن لم نتمكن من إطلاعهم من المنطقة فتحول إلى ما يشبه القبر. قد حدث هذا الأحداث في مناطق غير هذا المنجم، فقد سقطت عندما يقطعون الأركان الأعمدة حقها تسقط على الشغالين داخل المنجم، فإذا تمكن الصانع من يعني من دعمها بهذا الأركان وهذه العمدان فسوف يتمكن إلى داخل الأرض وينزل إلى أماكن بعيدة. ينزل إلى حوالي 20 سنتي من هذا الاتجاه حتى يصل هنا، ومن هنا ينزل نفس الكلام، وبعدين بعد ما تكمل تقوم بضربها من هذه المنطقة. أيوة. تقوم بضربها من هذه المناطق، يعني بعدة فرص مش بهذه بس، حوالي 10 فرص 11 فراس، وتقوم بضربها من هذه المنطقة.
بعد ما تطلع هذه نسميها شبيكة، بعد ما تطلع كامل نقطعها أجزاء حتى تكون زي هذه القطعة. شوفها عشان تخف ونطلعها فوق الكتف. هذه أجزاء مقطعة. يعني حرفة يدوية، هذا يعتبر مجالي. طبعا هذا يعني أنواع. هذا الحجر يجيبها من منبه، مديرية منبه. وعندنا حجر بلدي، هذه يعني استخدموها في السلتة، تمام، في صنعاء. وهذه البيضاء يعني تخلص السعودية. وطبعا يعني هذا المجالي يعني تنزل لها على بعد اكثر من يعني 150 متر كذا في بطن الارض. يعتبر يعني تعتبر هذه الحجر يعني نادره، موجوده في اماكن يعني بعيده جدا، تمام. وايضا يعني يصلحوا منها، نقول لها المداهل،
ما سمعني الغوط تمام. يصدرها ايضا للسعوديه يشلوها. وهذه هي مثل تعبان يعني وجدها. نستطيع ان نعرف هذا الحجر بمجرد ان يكون لها علامات في ظاهره على وجه الارض يعني كصخور كبيره. فنستطيع ان نحفر مع هذه الصخور بس ما وجد هذا المجال الذي هي يعني سهله. الذي تكون ظاهره تكون يعني قاسيه يعني صخور ناريه. فالتي تكون في بعض الارض تكون يعني سهله. يستطيع الانسان بانه يعني يشتغلها ويشكلها على الاشكال التي يعني يريدها.